ابراهيم دي كرام. كتبكي اليهودية عملت الدراما وكتبكي عيني الله شي العائلة شي العائلة تحفي مدفعين تعمل الدراما وتبكي وتقول مسكينة هذه مظلومة لا عيب ناس عسلا كتمسح الدموع وتبكي 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 اسمعني اسمعني دابا الله السلام عليكم شوف صوروا على الشباب صافي وقت لا تنسى هادي ورايا فين يشبرني سي انا راجي شبرني بالي صافي انا راجي فين تبارك الله على ابو حاتي انا ما عرفتش هادشي سي عندي واحد الشامي هذا الوسط بالله اسكت لقالي اجي نعمل دوك با شعرت في الحنك ديالك صافي يا جيران عندك ابا معك الوالدة وهذا لقطة جيت نزيد لقطة واحدة شوف حاجة لازم كتبتها يا ربي دابا خرج دابا خرج عينك ابو عاد دابا تقولوا شنو عندك ابا ضر حدا رجلو بانو كتحركم القد ابا حركم عنق حركم عنق شو شرب جديد هايدك حرك الوراس صافي تحلو على رجلو تحلو على رجلو ابا هكذا السلام عليكم جبرتونا انا خايب بحاطي هو خاصنا كنصوروا الكليب ديال الكناوي ان شاء الله غيكون معنا حتى هو تبارك الله عليك خاير عملك وشرفتيني بالمشاركه ديالك في هذا بالعكس بالعكس الشرف ليا انا اللي حضرت مع الرسام وهذه المجموعه الغزاله والكليب غيكون شي حاجه مخسره ان شاء الله باذن الله تحياتي الوالده كناهي هذه لا تسكت بوحاطي قلبو سكوطه قتلت معنا ابراهيم مصور هو تحياتي خوتي نتمنى ان شاء الله هادشي يكون حلو هادشي ما قلتيش واصلنا في الكليب دابا الكليب ديال الكناوي الوالد كرام هادي كرافينية كلات الطابلة وكلات الدنيا سي يوسف تبارك الله عليك خلص سي يوسف تبارك الله هذوك با انس انس حلو ايوا خاوه الله يرحم ولد يجازيك بخير مين نقول لك واخا تشعل الضو ديالك شحال شحال شو معنى كيضحكوا صافي تبارك الله على ذكرى في كذا سير عادي خلي الناس تعرف شو كليب وهربانة هربانة وسي يوسف غيخلص الله يجعل البركة كيف جات التجربة هادي؟ صراحة التجربة مزيانة ولكن شي مشكل ديال حق ضربتي تمارة لا مزيان
ماشي غير تمر وصافي درا في محدود الصباح. يلا شي تحيه لكناوي. تحيه لداري كامل ليهم فيس. الحمد لله. تابعونا وفعلوا جرس.